ولا مطر حط العصير بس اي حد يعرف كيف حد ما طيب هذا المايونيز لحظه شوي صباح خلص وانا رحت حد يحفظ الله 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 بعدين بتجيبوا هاي تمام جيبوا الخس تعملوه هيك الله هيك تتروا خس شوي نجيب واحدة بطاطاي مش نص مضبوط هاي مالها مصلحة كاتشب تحطوه وين الطرف الثاني تبوا حطيت الطرف الأول تحط الطرف الثاني ايش بس أنا ما بحب الكاتشب هذا هيك ما كنت سلطة فوربر مش تبوا فوربر سلطة عبر يعني حط هيك شرج حط هيك حط دول بعدين فوق تكبسه هيك تمام بعدين تاكل فلافل انا عم بستنى لحد يعمل